السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا باشمهندسين؟ عاملين ايه؟ هنستكمل الترانسفورمر اللي احنا بدأناه بالفيديوهين الأولانيين. نفتكر بس احنا خدنا ايه في أول فيديو. اخدنا الايديال ترانسفورمر وعرفنا ايه هي البرنسبل اوف اوبريشن بتاعة الايديال ترانسفورمر، وعرفنا كمان التيرنز ريشيو اثبتناها وعرفنا التيرنز ريشيو جت منين. وفي تاني فيديو اخدنا البراكتيكال ترانسفورمر وعرفنا ايه هي الايكوفالنت سيركت بتاعة الترانسفورمر وجت منين اصلا الايكوفالنت سيركت، وعملنا برضو ريفيرنج من البرايمري للسكندري ومن السكندري للبرايمري، وعرفنا برضو ليه احنا بنعمل ريفيرنج، وحلينا مسألة من شيت رقم 2 وحلينا مسائل شيت رقم 1. هنستكمل دلوقتي الترانسفورمر وهنستكمل شيت رقم 2. هناخد دلوقتي حاجة اسمها ترانسفورمر تيست. طب هو اصلا ليه، ايه او ايه هو الهدف اللي احنا عملنا فيه ترانسفورمر تيست دوت؟ علشان البارامترز اللي موجوده في الايكوفالنت سيركت بتاعت الترانسفورمر اللي هي الار سي والاكس ام او اكس ايكوفالنت او ار ايكوفالنت، سواء ريفيرد للبرايمري او ريفيرد للسكندري، دي ما بتبقاش موجوده على النيم بليت او مش بتبقى معلومه للترانسفورمر. يعني ممكن لو عندي ترانسفورمر قديم مش عارفه، انا ممكن اكون مش عارفه قيمه البارامترز دي هي بكام اصلا، فلازم اعمل التستات ديت علشان اوجد البارامترز بتاعه الترانسفورمر ديت تبقى معلومه بالنسبه لي. علشان كده هم عملوا الاثنين تيست دوت، الاوبن سيركت تيست والتاني تيست هو الشورت سيركت تيست. طبعا انتوا اخدتوها في المعمل، بس احنا هنا هنعرف بس هم احنا ليه ازاي بنعمل التستات ديت، وهنطلع بايه من التستات يعني ونرسمها على الايكوفالنت سيركت. اول حاجه الاوبن سيركت تيست. الاوبن سيركت تيست دوت يعني من اسمه انا بعمل اوبن سيركت على سايد من الترانسفورمر، يعني ممكن اعمل اوبن سيركت على البرايمري سايد او ممكن اعمل اوبن سيركت على السكندري سايد، على حسب هو عامل التيست على انهي سايد من الاثنين، تمام كده. والسايد الثاني بيبقى عليه الاجهزه، يعني بركب عليه فولتاميتر زي ما احنا شايفين، واميتر ووات ميتر. فولتاميتر طبعا عشان اقيس الفولت، واميتر عشان اقيس الامبير او التيار، او والوات ميتر عشان اقيس الباور بتاعه الترانسفورمر، تمام كده. يبقى بعمل اوبن سيركت على سايد وبعمل بحط الاجهزه على سايد تاني من الترانسفورمر، تمام كده. لو احنا رسمنا الايكوفالنت سيركت بتاعه الترانسفورمر العاديه، المفروض ان هنا كان في ار ايكوفالنت واكس ايكوفالنت، سواء بقى ريفيلد للبرايمري او السكندري براحت، بس احنا لو حاطين الاجهزه هنا على البرايمري يبقى انا كده عامله ريفيرنج للبرايمري، تمام كده. فالار ايكويفالنت والاكس ايكويفالنت المفروض يبقى مقفول، تمام كده، او محطوط هنا لود، لكن انا عامله السكندري دوت اوبن سيركت، فبالتالي انا عامله السكندري اوبن سيركت، يعني مفيش تيار هيمر في الار ايكويفالنت والاكس ايكويفالنت، مفيش تيار مرر فيهم، يبقى اكيد ما عليهمش فولتج دروب، مش هيحصل عليهم فولتج دروب، يعني رسمتهم اكني ما رسمتهمش، مش هيفرقوا معايا حاجه. ده معناه ايه؟ معناه ان كل السبلاي او كل التيار اللي هيجي من السبلاي او اللي انا هاخده من السبلاي دوت هيروح هيروح يعني كلوسز في الكور لوسز في ترانسفورمر. يعني الاوبن سيركت تيست دوت اقدر اجيب منه الار سي والاكس ام، قيمه الار سي الريزيستنس بتاعه الكور، وقيمه الاكس ام اللي هي الماجنتايزيشن رياكتنس بتاعه الكور، تمام كده. دي طبعا الابروكسيميت ايكوفالنت سيركت، ده الوايرنج بتاع التيست. طبعا في هنا بيبقى في سبلاي يعني بيغذي لي البرايمري سايد. طيب عايزين نعرف بس بعمل التيست دوت على فولت قد ايه، سواء انا عامله التيست او الاجهزه على البرايمري او حاطه الاجهزه على السكندري، لازم السبلاي اللي هيغذي لي البرايمري او السكندري امرر يبقى هو قيمه السبلاي هو الريتد فولتج، قيمه الريتد فولتج. ليه؟ لان لو انا قللت عن الريتد فولتج قيمه الار سي والاكس ام دي بتتاثر بالفولت اللي متسلط عليهم، فكده لو انا حطيت على ترانسفورمر دوت فولتج اقل من الريتد هقيس ار سي واكس ام مش الحقيقيه بتاعه الترانسفورمر، يبقى لازم احط الريتد فولتج على البرايمري بتاع البرايمري لو انا حط الاجهزه على البرايمري، او احط الريتد فولتج على السكندري لو انا حط الاجهزه على السكندري، تمام كده. يبقى ده شرط مهم جدا، او انا بعرف منه اصلا انا عامله الاوبن سيركت منين، تمام كده، ان انا احط الريتد فولتج على السايد اللي انا موجوده عليه، تمام كده. طبعا من الاجهزه اللي انا حطاها ديت اكيد هعرف الفولت اللي انا حاطه قد ايه، واكيد هعرف التيار اللي هو الاوبن سيركت، وتيار والباور من الوات ميتر برضو هعرفه هو كمان قد ايه، بسميه ممكن اعرف اقول ان هو اوبن سيركت فولتج او نو لود فولتج، لان انا مش موصله لود على السكندري بتاع ايه بتاع ترانسفورمر، تمام كده. يبقى هقدر ان انا يبقى عندي قرايه الفولتميتر والوات ميتر
والاميتر. تمام كده. طب هستفيد ايه من القرايات دي؟ هستفيد ان انا اقدر ان انا اجيب الكالكيوليشنز بقى الار سي والاكس ام بتاعت الترانسفورمر. طب خلينا نعرف ازاي. اولا الباور اللي هي الاوبن سيركت باور دي او النو لود باور ديت بتساوي ايه؟ اي باور بتساوي فولت في تيار في قوسين الزاويه ما بين الفولت والتيار. تمام كده. احنا عارفين طبعا الفيزور دياجرام الفي اوبن سيركت بيبقى ان فيز مع الار سي، لان دي الاي سي ديت بتمر في الريزيستنس، والريزيستنس الفولت والتيار بتاعه بيبقوا ان فيز مع بعض. انما الرياكتنس التيار بيبقى لاج الفولت بزاويه 30. تمام كده. وده التيار الاوبن سيركت. وطبعا الزاويه ما بين الفي اوبن سيركت والاي اوبن سيركت هي سميها سيتا اوبن سيركت. تمام كده. طيب من المعادله ديت، من المعادله اللي انا رسمها دي اللي انا كاتباها دي بتاعت الباور، الباور اوبن سيركت او نولو باور معايا قيمتها قرايه الوات ميتر، والفي اوبن سيركت معايا من قرايه الفولت ميتر، والاي اوبن سيركت معايا من قرايه الاميتر. يبقى اللي ناقص في الاخر هي سيتا اوبن سيركت. تمام كده. اقدر اجيب سيتا اوبن سيركت اللي هي بتساوي كوزين انفرس الباور على الفولت في التيار. تمام كده. مش جبت سيتا؟ اه جبتها. طب اقدر اجيب الاي سي والاكس ام، الاي سي اللي بتمر في الريزيستنس والاي ام اللي بتمر في الرياكتنس. اه اقدر اجيبهم. الاي سي عباره عن ايه؟ من الفيزور دياجرام اهوت، هو عباره عن الاي اوبن سيركت في كوزاين الزاويه اللي هي سيتا اوبن سيركت اللي انا لسه حاسبها. الاي اوبن سيركت معايا وسيتا اوبن سيركت انا لسه جايبها دلوقتي، يبقى اقدر احسب الاي سي التيار اللي بيمر في الريزيستنس. قدرت احسب التيار اللي بيمر في الريزيستنس ومعايا الفولت اللي متسلط على الريزيستنس، يبقى تجيب الريزيستنس. مش الفولت بيساوي تيار في امبيدنس. تمام كده. يبقى الار سي هتساوي الفي اوبن سيركت على الاي سي. طب عايز اجيب الاكس ام، اجيب تيار اللي بيمر في الاكس ام اللي هو الاي ام اللي هو بيساوي الاي اوبن سيركت في ساين سيتا اوبن سيركت. قدر سيتا اوبن سيركت معايا والاي اوبن سيركت معايا، قدرت احسب الاي ام، يبقى اقدر احسب الاكس ام، اقسم الفولت على التيار الاي ام اللي بيمر في الرياكتنس، يبقى قدرت احسب الار سي وقدرت احسب الاكس ام. ده الكلام ده لو انا كنت حاطه الاجهزه على البرايمري وعامله السكندري اوبن سيركت. طب لو انا كنت حاطه الاجهزه على السكندري وعامله البرايمري اوبن سيركت، هل قيم الار سي والاكس ام ديت هي هتبقى هي نفس القيم يعني؟ لا، في الحقيقه ان هي مش هتبقى نفس القيم، لان الار سي ديت هتبقى ريفيرد للسكندري، يعني لازم احط ار سي داش، والاكس ام برده هتبقى ريفيرد للسكندري هتبقى اكس ام داش، وممكن احولهم لار سي واكس ام بالترنز ريشو اللي احنا طبعا بنبقى عارفينها. تمام كده. لان هي الترنز ريشو موجوده على النيم بليت اصلا بتاع ترانسفورمر. تمام. يبقى اقدر اجيب الار سي والاكس ام. يبقى على حسب الاجهزه محطوطه فين هقدر ان انا اعرف الار سي والاكس ام اللي انا جايباهم دول ريفيرد لانهي سايد. لو لقيت الفي اوبن سيركت او الفولت اللي قراه الفولتميتر دوت هو الريتد بتاع البرايمري، يبقى انا كده حاطه الاجهزه على البرايمري وعامله السكندري اوبن سيركت. تمام كده. يبقى الار سي والاكس ام اللي انا هجيبهم هم ريفيرد للبرايمري، يعني والار سي والاكس ام اصلا مكانهم في البرايمري. تمام كده. مكانهم في البرايمري، يبقى مش هحط عليهم داش. طب لو كان الفي اوبن سيركت لقيها في المساله ان هو الريتد بتاع السكندري، معنى كده ان انا حاطه الاجهزه دي كلها في السكندري وعامله البرايمري هو الاوبن سيركت. تمام كده. يبقى قرايه الفولتميتر هتبقى هي الريتد فولتج بتاع السكندري سايد. يبقى الار سي والاكس ام اللي انا هجيبهم هيبقوا ريفيرد للسكندري سايد، يبقى لازم احط عليهم داش لان هما مش هيبقوا في مكانهم، يبقى ار سي داش واكس ام داش. تمام كده. يبقى عرفنا الاوبن سيركت تيست بيتعمل ازاي وايه هو الوايرنج بتاعه، وقدرنا نجيب منه الار سي والاكس ام. تمام كده. في الحقيقه هو ما بيقولكش، او ممكن يقولك في المساله وممكن ما يقولكش هو عامل الاوبن سيركت تيست على انهي سايد، يعني هو حاطط الاجهزه على انهي سايد وعامل الاوبن سيركت على انهي سايد. طب بعرفها منين؟ بعرفها من الفولت الفي اوبن سيركت اللي هو بيديهولك، يعني هو بيقول لك ان هو عامل اوبن سيركت تيست وقرايه الفولتميتر كذا وقرايه الاميتر كذا وقرايه الوات ميتر كذا. تبص على قرايه الفولتميتر، يعني بيبقى قايل لك في الاول مثلا الترانسفورمر دوت 120 ل 300 فولت. تمام كده. تشوف الفي اوبن سيركت دوت هل هو بيساوي 120 ولا هل هو بيساوي 300 فولت. والله لو هو بيساوي 120 يبقى معنى كده ان الاجهزه موجوده في البرايمري، فالفولتميتر ارى الفولت بتاع البرايمري اللي هو 120 فولت. طب لو لقيت الفي اوبن سيركت ب 300 فولت، يبقى معنى كده ان هو حاطط الاجهزه على السكندري، ومعنى ان هو حاطط الاجهزه على السكندري
يبقى الفولتميتر ارى الفولت بتاع الريتد بتاع السكندري، تمام كده. يبقى عرفنا نعرف منين الاوبن سيركت تيست، حتى قال لك ما قالكش، تعرف التيست دوت معمول منين عن طريق الطريقه دي، تمام كده. بعد كده التيست اللي بيبقى موجود بعديه هو الشورت سيركت تيست. انا دلوقتي عرفت الار سي والاكس ام بتوع الترانسفورمر، طب عايزه اعرف الار ايكويفالنت والاكس ايكويفالنت. طب هي الار ايكويفالنت دي عباره عن ايه؟ مش هي عباره عن الار واحد زائد ار اتنين داش؟ لو انا عامله ريفيرد للبرايمري والاكس ايكويفالنت بتساوي اكس واحد زائد اكس اتنين داش، لو انا عامله برضو ريفيرد للبرايمري او ممكن بيساوي الار ايكويفالنت دي تبقى بتساوي الار واحد داش زائد ار اتنين، لو انا عامله ريفيرد للسكندري والاكس ايكويفالنت تبقى بتساوي اكس واحد داش زائد اكس اتنين، لو انا عامله ريفيرد برضو ايه للسكندري، تمام تمام كده. طيب الشورت سيركت تيست بعمله منين؟ بعمله ازاي؟ هو من اسمه، اسمه شورت سيركت، يعني بعمل سايد شورت سيركت والسايد التاني بحط عليه اجهزه، زي برضو فكره الاوبن سيركت، من اسمه الاوبن سيركت يبقى بعمل اوبن سيركت على سايد وبحط الاجهزه على السايد التاني. شورت سيركت بعمل شورت سيركت على سايد واحط الاجهزه على السايد التاني، تمام كده. طيب يبقى هحط مثلا، لو انا حطيت هنا الاجهزه على البرايمري وعملت على السكندري شورت سيركت، وهقول لك ليه، هو حط اميتر هنا، الاميتر طبعا المقاومه بتاعته بتبقى صغيره جدا فاكنه مش لود يعني محطوط على السكندري، ده الاميتر ده عشان اقيس بس تيار السكندري، وهقول لك ليه انا بقيس تيار السكندري ليه، تمام كده. طيب ايكويفالنت سيركت هيبقى شكلها عامل ازاي؟ الفولت الفي شورت سيركت دوت هيبقى متسلط على الار ايكويفالنت والاكس جي اكس ايكويفالنت، طبعا انا عامله شورت سيركت على ايه؟ على السكندري، تمام كده. طيب بيقول لك خلاص يبقى كده الاجهزه بتاعتي الفولتميتر هيقرا لي الفولت شورت سيركت، والاميتر هيقرا لي التيار شورت سيركت، والوات ميتر دوت هيقرا لي الباور بتاعت الكبر او البي شورت سيركت برضو، تمام. طب قيمه الفولت اللي انا هحطها هنا او قيمه التيار اللي هيمر في البرايمري هو قد ايه؟ قال لك ان لازم الفولت بتاع البرايمري، او لو انا حاطه الاجهزه على البرايمري يعني، ما ينفعش ان انا اسلط الريتد فولتج وانا عامله شورت سيركت على السكندري. ليه؟ لو انا عملت، لو انا حطيت الريتد فولتج معنى كده ان هيمر في السكندري دوت تيار كبير جدا، تيار الشورت سيركت ممكن يحرق لك الترانسفورمر، تمام. قال خلاص يبقى هعمل الشورت سيركت تيست دوت عند الريتد كارنت بتاع الترانسفورمر، يبقى تيار الشورت سيركت ما ينفعش يزيد عن الريتد كارنت بتاع الترانسفورمر، تمام كده. يبقى معنى كده ان الفولت اللي انا هحطه هنا هيبقى اقل من الريتد، لان الفولت دلوقتي الفولت لو انا حطيت هنا فولت ريتد هيمر هنا تيار شورت سيركت تيار كبير، فانا هحط هنا فولت قليل يمرر لي الريتد فولتج في الايه؟ في السكندري، عشان كده بحط اميتر في السكندري هنا عشان اقيش اشوف التيار لما يوصل للريتد، لو التيار يوصل للريتد اوقف ان انا ازود الفولت هنا، يعني انا بزود الفولت ده تدريجيا لغايه ما اوصل او ابص على الاميتر دوت الاقيت قريري تيار الريتد بتاع السكندري، اوقف خلاص ان انا ازود الفولت في البرايمري، علشان كده ممكن احرق ترانسفورمر او ممكن اخد قرايات مش مظبوطه، تمام كده. طيب لو عايز اجيب بقى الار ايكويفالنت والاكس ايكويفالنت اجيبهم منين؟ انا معايا دلوقتي قرايه الفولتميتر، ومعايا قرايه الاميتر، ومعايا قرايه الوات ميتر، يعني معايا فولت ومعايا التيار ومعايا الباور. طيب مش الباور بتساوي البي شورت سيركت، يعني بتساوي التيار تربيع في الار ايكويفالنت، يعني اي تربيع في ار، تمام كده. طب لو عايز اجيب الار ايكويفالنت هقول ان هي بتساوي بي شورت سيركت على الاي شورت سيركت تربيع، تمام كده. طب مش الفولت بيساوي التيار في امبيدنس، يعني الزد ايكويفالنت بتاعت الترانسفورمر هتبقى بتساوي في شورت سيركت على التيار بتاع شورت سيركت. لو عايز اجيب طبعا الاكس ايكويفالنت اخد طبعا الجذر التربيعي لزد ايكويفالنت تربيع ناقص ار ايكويفالنت تربيع، تمام كده. هنا نفس الكلام، حسب الاجهزه موجوده فين هقول ار ايكويفالنت دي ريفيرد للبرايمري ولا للسكندري، واكس ايكويفالنت دي ريفيرد للبرايمري ولا للسكندري. يعني انا هنا في الحاله دي مثلا حاطه الاجهزه على البرايمري وعامله السكندري شورت سيركت، يبقى معنى كده لما اجيب الار ايكويفالنت والاكس ايكويفالنت هيبقوا هما الاثنين ريفيرد للبرايمري، يعني ار ايكويفالنت واحد واكس ايكويفالنت واحد. ار ايكويفالنت واحد اللي هي عباره عن ايه؟ عن الار واحد زائد ار اتنين داش، وعرفنا ازاي نعمل ريفيرنج
جي الار 2 داش يعني، والاكس ايكويفالنت دي هتبقى عباره عن الاكس 1 زائد اكس 2 داش، تمام كده. طب لو انا حاطه الاجهزه دي على السكندري مش على البرايمري، وعامله البرايمري هو اللي شورت سيركت، يبقى الار ايكويفالنت والاكس ايكويفالنت اللي انا جبتهم دول هما ريفيرد للسكندري، يعني ار ايكويفالنت 2 واكس ايكويفالنت 2، وساعتها الار ايكويفالنت 2 هتبقى بتساوي ايه، ار 1 داش هو اللي معمول له ريفيرنج زائد ار 2، والاكس ايكويفالنت 2 هتبقى بتساوي اكس 1 داش زائد اكس 2، تمام كده. طيب بستفاد ايه برضو من الشورت سيركت تيست والاوبن سيركت تيست؟ الاوبن سيركت تيست لو انت لاحظت كده الباور كلها اللي بتستهلك بتاعه السورس دي بتروح كلها فين؟ الباور بتروح كلها لوسز في ايه، في الار سي، الار سي دوت اللي هو ايه، اللي هو الكور. يعني ممكن اقول على البي نولود ديت، النولود باور ديت ان هي البي كور، اقدر اقول عليها ان هي الكور لوسز بتاعه الترانسفورمر، لان الباور كلها بتاعه السبلاي اللي انا حطاها هنا هي هتستهلك في الريزيستنس بتاعه الكور، فهي راحت كلها باور لوسز في الكور اللي هي البي كور يعني، او الكور لوسز. وطبعا احنا عارفين ان الكور لوسز ديت هي كونستانت لوسز، ما بتتغيرش بتغير الحمل، ملهاش علاقه بالحمل، هو على طول الار سي دوت هيحصل عليه باور، باور لوسز اللي هي البي كور ديت ثابته ما بتتغيرش وما بتتاثرش بالحمل مهما الحمل دوت اتغير، تمام كده. يعني هستفاد كده من الاوبن سيركت تيست ان انا اجيب الار سي واجيب الاكس ام واجيب البي كور اللي هي هتبقى عباره عن القرايه بتاعه الوات ميتر، او هو النو لود باور اللي هي موجوده عندك اللي هو بيديها لك. طيب في الشورت سيركت تيست، في الشورت سيركت تيست لو انت لاحظت كده بصيت السبلاي بتاعك الباور بتاعته بتروح كلها فين؟ بتروح في الار ايكويفالنت اللي موجوده بتاعه الترانسفورمر. وما تنساش ان انا هنا مرره تيار الريتد، يعني الاي شورت سيركت دوت هو الريتد بتاع الترانسفورمر، يبقى معنى كده ان الباور كلها بتاعه السبلاي راحت كبر لوسز في الار ايكويفالنت. كبر لوسز ليه بقول ان هي كبر لوسز؟ لان الوايندنج بتاعه الترانسفورمر مصنوعه من الكبر، تمام كده. وانا بما اني مرره تيار الريتد يبقى البي كبر هتبقى بي كبر فول لود، فول لود ديت يعني معنى كده ان هي الريتد بتاعتها. طب اشمعنى الكور لوسز بتتغير انما الكور لوسز ما بتتغيرش؟ الكور لوسز ما بتعتمدش على التيار بتاع اللود، لكن الكبر لوسز بتعتمد على التيار بتاع اللود. يعني لو انا حاطه هنا لود كبير فبالتالي بيسحب تيار كبير، فمعنى كده ان الباور لوسز اللي هتحصل في الوايندنج بتاعه الترانسفورمر هي عباره عن اي تربيع في ار، انهي اي هو التيار اللي بيسحبه اللود. يعني كل ما التيار ده زاد كل ما الكبر لوسز ديت هتبدا ان هي تزيد، وكل ما اللود ده قل كل ما التيار اللي بيسحبه هيقل، كل ما الكبر لوسز هي كمان ايه هتبدا ان هي تقل. فالكبر لوسز هي فاريبل لوسز بتتغير بتغير الحمل، تمام كده. انما هنا في الشورت سيركت تيست انا بمرر تيار الريتد، تمام كده، يبقى البي كوبر لان او الباور لوسز اللي هتحصل على الار ايكويفالنت او الريزيستنس بتاعه الترانسفورمر هي الريتد او الفول لود، تمام كده. يبقى هستفاد من الشورت سيركت تيست ان انا اجيب الار ايكويفالنت والاكس ايكويفالنت بتاعه الترانسفورمر، واعرف البي كوبر ات فول لود هتبقى بكام اللي هي القرايه بتاعه الوات ميتر، تمام كده. بعد كده عايزين نعرف حاجة اسمها فولتج ريجوليشن، او ليه اصلا اخترعنا مسمى الفولتج ريجوليشن. لو انت بصيت كده على الايكويفالنت سيركت بتاعة الترانسفورمر ديت، لو انا عاملة لها ريفيرد للبرايمري، تمام، هل كل الفولت اللي انا بحطه على السبلاي كله بيروح للود؟ يعني في واحد هل كلها بتنتقل للود تبقى في 2 داش؟ طبعا عاملة ريفيرد للبرايمري، طبعا لو راحت للود يعني هتبقى في 2 بس، تمام. يعني لو ترانسفورمر دوت مثلا 120 ل 300 فولت، هل لو انا حطيت على السبلاي 120 فولت اللي فعلا هيوصل للود 300 فولت؟ في الحقيقه لا، مش كلهم هيوصلوا للود، وده نتيجه الفولتج دروب على الامبيدنس بتاعه الترانسفورمر. احنا دلوقتي بقى في الفولتج ريجوليشن عايزين نعرف قيمه الفولتج دروب اللي حصل في الامبيدنس بتاعه الترانسفورمر دي كام في الميه من الفولت اللي حصل اللي وصل فعلا للود، تمام كده. يبقى عايز اعرف قيمه الفولتج دروب او كام في الميه حصل فيها فولتج دروب يعني من الفولت بتاع اللود، تمام كده.
عشان كده بقول لك ان الفولت بتاع الفولتج ريجوليشن يعني بسميه اللي هو بيساوي فولت السكندري يعني، او فولت اللود نو لود ناقص الفولت بتاع السكندري عند اللود على الفولت بتاع السكندري عند اللود، واضربها في المية علشان اجيبها برسنتج. تمام كده. طيب عايزين نعرف ليه انا قلت هنا هو الفولت بتاع السكندري نو لود، ما قلتش ان هو الفي واحد، او ممكن هنسميها طريقة تانية، او ممكن نسميها بطريقة تانية، الفولت بتاع السكندري عند النو لود اللي هو السكندري فولتج اند نو لود. تمام كده. فولت السكندري عند اللود ده السكندري فولتج عند اللود. تمام كده. طيب خلينا نبص كده على القانون، في لو انا عندي ان كيس يعني اللي هو ما يبقاش عندي لود، لو اللود دوت مش موجود يبقى معنى كده السكندري معمول له ايه؟ معمول له اوبن سيركت. يبقى معنى كده هل في تيار بيمر لللود؟ لا مفيش تيار بيمر. يبقى معنى كده ان مفيش فولتج دروب على الريزيستنس ولا على الرياكتنس بتاعه الترانسفورمر. يبقى معنى كده ان الفي واحد ديت هي هتبقى بتساوي في 2 داش. تمام كده. يعني ممكن اقول ان الفولتج ريجوليشن دوت بيساوي الفي واحد ناقص في 2 داش على في 2 داش. تمام كده. الفي واحد ديت اللي هي النو لود يعني الفولت بتاع السكندري ات نو لود، لان ات نو لود مفيش فولتج دروب هنا بيحصل على الامبيدنس ديت، فبالتالي الفي واحد هتبقى بتساوي الفي 2 داش. تمام كده. طيب عايزين نشوف القانون بتاع الفولتج ريجوليشن لو انا عامله ريفيرد للبرايمري او انا عامله ريفيرد للسكندري. تمام كده. لو انا عامله ريفيرد للبرايمري يعني دي في واحد ودي في 2 داش، وانا دلوقتي ممكن اقول ان انا حاطه لود بقى، خلاص انا مش عامله اوبن سيركت، انا حاطه لود وعايزه اشوف القانون بتاع الفولتج ريجوليشن هيبقى عامل ازاي. احنا اتفقنا ان الفولتج ريجوليشن بيساوي الفولت بتاع اللود ات نو لود ناقص الفولت بتاع اللود وانا حاطه اللود على الفولت بتاع اللود وانا حاطه اللود. تمام كده. طيب الفولت بتاع اللود ات نو لود هو الفي واحد اللي ما خلاص ما فيش تيار، احنا اتفقنا ان ما فيش تيار بيمر هنا، في فولتج دروب بيحصل على الامبيدنس ديت، بالتالي ان الفي واحد ديت هي هيساوي الفي 2 داش. تمام كده. او في اس داش. يبقى الفولت يبقى الفولتج ريجوليشن بيساوي الماجنتيود بس بتاع الفولت بتاع البرايمري، وخليك فاكر ان هي ماجنتيود بس، لما اجيب الفولتج ريجوليشن ما بيدخلش فيها حسابات الزوايا. تمام كده. يبقى الفولتج ريجوليشن هيساوي الفولت بتاع البرايمري ناقص الفولت بتاع السكندري داش على الفولت بتاع السكندري داش. تمام كده. او ممكن اجيبه من القانون بتاع الترانسفورمر اللي هو الفولت الفي واحد دوت او الفي برايمري على زاويه سيتا بتساوي الفولت بتاع السكندري دوت على زاويه زيرو، لان انا يعني غالبا باخد على طول الفولت بتاع اللود هو الريفرنس بتاعي على زاويه زيرو زائد التيار او الفولتج دروب اللي حصل على الامبيدنس ديت. طب هو التيار اللي مرر في الامبيدنس دي هي قد ايه؟ اللي هو الاي 2 داش اللي هو التيار بتاع اللود على زاويه، شوف بقى هي بوزيتيف او نيجاتيف سيتا، بوزيتيف لو ليد باور فاكتور، نيجاتيف لو ليد باور فاكتور، في الار ايكويفالنت زائد جي اكس ايكويفالنت، ودي كده الفي اس داش الناحيه الثانيه، هتلاقي ان هي الفي فولت هيديك الفولت بتاع البرايمري ناقص الفولت بتاع السكندري داش اللي هو البسط بتاع الفولتج ريجوليشن. يعني اقدر اقول ان الاي 2 داش على زاويه سيتا في الار ايكويفالنت زائد جي اكس ايكويفالنت، بس كل دوت الماجنتيود بتاعه على الفولت بتاع السكندري داش، ده قانون تاني برضو للفولتج ريجوليشن. تمام. لو انا عامله بقى ريفيرد للسكندري، لو انا عامله ريفيرد للسكندري يبقى الفولتج ريجوليشن هيبقى بيساوي الفولت بتاع السكندري ات نو لود ناقص الفولت بتاع السكندري ات لود على الفولت بتاع السكندري ات لود. طيب الفولت بتاع السكندري ات نو لود وانا عامله ريفيرنج للسكندري هيبقى بيساوي الفي برايمري داش ناقص الفولت بتاع السكندري ات لود على الفولت بتاع السكندري ات لود، ونفس القانون دوت هو نفس القانون ده، بس انا عامله ريفيرنج بس هنا للسكندري، يعني الفولت بتاع البرايمري هنا بدل ما كان الفولت بتاع البرايمري لا بقى الفولت بتاع البرايمري داش، والفولت بتاع السكندري بدل ما كان داش لا بقى الفولت بتاع السكندري، لان انا عامله ريفيرنج للسكندري، والاي 2 برده بدل ما كانت داش هتبقى اي 2 علشان انا عامله ريفيرنج للسكندري، ار ايكويفالنت واكس ايكويفالنت 2 طبعا عشان انا عامله ريفيرنج للسكندري، وهيديك نفس القانون دوت بس من غير الداش، الاي 2 في الار ايكويفالنت 2 زائد جي اكس ايكويفالنت 2 على الفولت بتاع السكندري.
تمام كده. يبقى عرفنا دلوقتي الفولتج ريجوليشن. طب عايزين نعرف الفولتج ريجوليشن دوت بيعتمد على ايه من القانون. يعني بص كده على القانون بتاع الفولتج ريجوليشن اهو. يبقى القانون بتاع الفولتج ريجوليشن لو احنا بصينا على القانون ده بيعتمد على ار ايكويفالنت واحد، اللي هي عباره عن ايه، عن الار واحد والار اتنين داش يعني، او هي ار اتنين، ار واحد وار اتنين، واكس واحد واكس اتنين. يبقى دي اول بارامترز الفولتج ريجوليشن بيعتمد عليها. طب تاني بارامتر بيعتمد على التيار بتاع اللود، اللود كارنت، تمام كده. وتالت حاجه بيعتمد برضو على الباور فاكتور، لان التيار طبعا هيبقى ليه زاويه، والزاويه ديت هتبقى معتمده على الباور فاكتور، تمام كده. طيب يبقى الفولتج ريجوليشن دوت ممكن يكون بوزيتيف، ممكن يكون نيجاتيف، وممكن يكون زيرو. يكون بوزيتيف لو انا عندي لاج باور فاكتور، يكون نيجاتيف لو انا عندي ليد باور فاكتور. زيرو فولتج ريجوليشن يعني تقريبا هو ما بتحصلش كتير يعني، تمام كده. طيب بيقول لك برضو يعني دي حاجه مهمه برضو، الماكسيمم فولتج ريجوليشن بيحصل امتى؟ هما قعدوا يجربوا يعني ويشوفوا الفولتج ريجوليشن دوت الماكسيمم بتاعه بيحصل امتى، لقوا ان الفولتج ريجوليشن بيحصل، او ممكن يعني تعمل ايه، تفاضل الفولتج ريجوليشن دوت بالنسبه للتيار، تمام كده، وتشوف الماكسيمم فولتج ريجوليشن هيحصل امتى من القانون دوت يعني. بعد الاثبات بتاع القانون بقى الطويل، قالوا ان الفولتج ريجوليشن ماكسيمم بيحصل لما تكون الباور فاكتور انجل، الزاويه بتاعه الباور فاكتور بتساوي الانجل بتاعت الامبيدنس بتاعت الترانسفورمر. الانجل بتاعت الامبيدنس اللي هي تان انفرس اكس ايكويفالنت على الار ايكويفالنت، لو الزاويتين دول بيساووا بعض هقدر اخد من الترانسفورمر دوت ماكسيمم، هقدر اخد يعني من الترانسفورمر ده ماكسيمم فولتج ريجوليشن، تمام كده. انا عارفة ان الكلام النظري بس كتير شوية، هناخد دلوقتي اخر حاجة الافشنسي، وبعد كده هندخل على الحتة بتاعت المسائل، تمام. هناخد حاجة اسمها الافشنسي او الكفاءة بتاعت الترانسفورمر. الكفاءة بتاعت الترانسفورمر يعني ايه؟ انا مثلا حاطة سبلاي على الترانسفورمر دوت 100 كيلو فولت امبير، وصل قد ايه للود؟ هي دي بالنسبة لي الكفاءة بتاعت الترانسفورمر. الكفاءة بتاعت الترانسفورمر دي تبقى عالية لو كل الباور يعني او اغلبها الباور اللي انا حطها على السورس دوت هي راحت كلها للود وما حصلش فيها لوسز كتير، تمام كده. يبقى لازم نعرف ايه هو اللوسز اللي بتحصل في الترانسفورمر، او اللي انا ممكن الاقيها في الترانسفورمر. هم قسموا اللوسز اللي في الترانسفورمر لنوعين، اول نوع variable losses، وتاني نوع هو كونستانت لوسز. هو الحقيقه ان اللوسز اللي بتحصل على الترانسفورمر اكيد بتحصل على ايه؟ اكيد بتحصل على الريزيستنس. طب احنا عندنا كام ريزيستنس في الترانسفورمر؟ عندنا ريزيستنس ار واحد اللي هي بتاعت البرايمري وايندنج، وعندنا ريزيستنس ار اتنين اللي هي بتاعت السكندري وايندنج، وعندنا الريزيستنس بتاعت الكور اللي هي الار سي. يبقى قسموها لفاريبل لوسز وكونستانت لوسز. زي ما قلنا من شويه في التستات بتاعت الترانسفورمر ان الكور لوسز او الباور لوسز اللي بتحصل في الكور هي ثابته، تمام كده. علشان كده قسموا يعني اللوسز لكونستانت وفاريبل. فالكور لوسز هي ثابته، تمام كده، ما بتتغيرش بتغير الحمل، يعني الحمل مهما اتغير الكور لوسز ديت قيمتها هتفضل ثابته ومش هتتغير، تمام كده. تاني حاجه اللي هي الفاريبل لوسز اللي هي الكوبر لوسز. احنا اتفقنا ان الكوبر لوسز بتتغير بتغير اللود، لان اللود هو اللي بيتحكم في التيار اللي هتبدأ تسحبه يسحبه من السبلاي. يعني اللود هو اللي بيتحكم في التيار، بالتالي التيار دوت لما يحصل كبر لوسز اللي هو اي تربيع في ار، فالتيار دوت هو الكبر لوسز بتعتمد عليه، علشان كده سميتها فاريبل لوسز، تمام كده. طيب خلينا نشوف الكبر لوسز، القانون بتاع الكبر لوسز اقدر ان انا اجيبه ازاي. البي كبر هتلاقي ان هي بتساوي لو انا شغاله اكزاكت ايكويفالنت سيركت، يبقى اي واحد تربيع في ار واحد اللي هي في البرايمري في الوايندنج بتاعه البرايمري، زائد اي 2 تربيع في الار 2 اللي هي بتحصل في الوايندنج بتاعه السكندري، تمام. طب لو انا عامله ريفيرنج للبرايمري، يا انا عامله ريفيرنج للبرايمري، اقدر اقول ان الكبر لوسز ديت بتساوي اي 1 تربيع او اي 2 داش تربيع، اي 1 تقريبا بتساوي الاي 2 داش، تمام كده. اي 1 تربيع في الار ايكويفالنت 1، ار ايكويفالنت 1 دي ريفيرد للبرايمري اللي هي عباره عن الار 1 زائد ار 2 داش، تمام كده. بس انا لو عامله ريفيرد للسكندري يبقى الاي 2 تربيع او اي 1 داش تربيع في الار ايكويفالنت 2 اللي هي عباره عن الار 1 داش زائد الار 2، تمام كده. او ممكن اهو بيقول لك كان جيت الكوبر لوسز ديت او الفول لود كوبر لوسز من الشورت سيركت تيست.
تمام كده. بس تخلي بالك ان هي هتجيب الكوبر لوس الصحيح، بس هتجيبها ات فول لود. يعني انت لو شغال عند نسبة تحميل غير الفول لود، ما ينفعش ان انت تستخدم البيك كوبر ديت وتقول ان هي دي الكوبر لوسز اللي بتحصل في ترانسفورمر دوت. لا، لازم تجيب يعني تجيب ساعتها الكوبر لوسز الحقيقية اللي بتحصل عند ترانسفورمر عند نسبة التحميل اللي هو قايل لك عليها. تمام كده. تاني حاجة الكور لوسز، احنا عارفين ان الكور لوسز بتحصل على الريزيستنس بتاعة الكور اللي هي عبارة عن الاي سي تربيع، الكرنت اللي بيمر في الريزيستنس بتاعة الكور، اي سي تربيع في الار سي، او ممكن اقول ان هي بتساوي الفي نولود في الاي نولود في كوزاين الزاوية ما بين الفولت والتيار. تمام كده. او ممكن اجيب الكور لوسز ديت من الاوبن سيركت تيست، واحنا عارفين ان الكور لوسز ما بتتغيرش، فممكن استخدم الكور لوسز ديت في اي مسألة يديها لك عند اي نسبة تحميل. تمام كده. طب لو عايز اجيب بقى الافيشنسي او الكفاءه، هي بتساوي الاوتبوت باور على الانبوت باور. طب هي الاوتبوت باور هي بتساوي ايه؟ الباور اوتبوت. تمام كده. طب الانبوت باور هي بتساوي الباور اوتبوت برضو بلس اللوسز بقى اللي حصلت في الترانسفورمر، اللي هي ايه اللوسز اللي حصلت في الترانسفورمر؟ فاريبل لوسز اللي هي الكوبر لوسز البيك كوبر، زائد الكونستانت لوسز اللي هي البيك كور، زائد الفي اوتبوت. دي كده عباره عن ايه؟ دي كده عباره عن الباور انبوت بتاعه الترانسفورمر. او ممكن اقول ان هي عباره عن الباور اوتبوت، دي هي عبارة عن الباور انبوت ناقص اللوسز اللي حصلت على ترانسفورمر البيك كوبر والبيك كور. يبقى اقدر اقول ان هي بتساوي الباور انبوت ناقص اللوسز على الباور انبوت. تمام كده. عرفنا الافشنسي جت منين وجبناها ازاي. طيب عايزين نشوف قانون تاني كده هيفيدنا دلوقتي ان احنا نحسب حاجه اسمها ماكسيمم افشنسي. عايزين نقول الباور اوتبوت ديت مش هي بتساوي الفولت بتاع اللود في التيار بتاع اللود في كوزاين الزاويه ما بين الفولت والتيار، يعني في 2 في اي 2 في كوزاين الزاويه اللي هي فاي 2 ديت اللي هي كوزاين فاي ديت اللي هي الباور فاكتور يعني. تمام كده. يبقى الافشنسي هتساوي الباور اوتبوت اللي هو القانون ده في 2 في اي 2 في كوزاين الزاويه ما بينهم على الباور اوتبوت اللي في 2 في الاي 2 في كوزاين الزاويه ما بينهم، زائد البي كور زائد البي كوبر. البي كوبر اللي هي عباره عن ايه؟ اي 2 تربيع في ار ايكوفالنت 2. كده انا عامله ريفيرنج للسكندري. تمام كده. او لو انا عامله ريفيرنج للبرايمري يبقى في 2 ديت هتبقى داش واي 2 هتبقى داش، وطبعا الباور فاكتور او الزاويه ما بتعملهاش ريفيرنج بالترنز ريشيو، دي نقطه خلي بالك منها جدا. الباور ما بتتنقلش بالترنز ريشيو لان الباور انبوت تقريبا للترانسفورمر بتساوي الباور اوتبوت لو انا اهملت اللوسز. يعني الباور اصلا فولت في تيار، يعني لو انا بتكلم على ابيرنت باور فولت في تيار، فترانسفورمر بيعمل ايه؟ بيزود فولت ويقلل تيار، او بيقلل فولت ويزود تيار، فالباور هي ثابته ما بتتغيرش. وطبعا الباور فاكتور الزوايا ما بتتغيرش برده بالترنز ريشيو. تمام كده. يبقى انا لو عمل ريفيرنج للبرايمري كل الكلام دوت هيبقى دايش يعني. بس البي كور طبعا مش هتبقى داش لان اتفقنا لسه قايل لكم دلوقتي اهوت ان الباور ما بتتنقلش بالترنز ريشيو، فالباور دي بي كور ديت هي هتفضل زي ما هي. تمام كده. طيب عايزين نعرف نجيب ازاي الافشنسي عند اي نسبه تحميل. لو انا بقول لك هات لي الافشنسي ديت عند الفول لود، هتقول لي الافشنسي عند الفول لود بتساوي ايه؟ مش انا قلت ان هي بتساوي فولت في تيار؟ فولت في تيار ديت اللي هي الابيرنت باور الاس. هتقول لي الاس عند الفول لود في كوزاين الزاويه اللي هي الباور فاكتور يعني، في على الاس عند الفول لود في الباور فاكتور، زائد البي كور زائد البي كوبر، كل دوت عند الفول لود. تمام كده. طب لو انا مش شغاله عند الفول لود، لو انا شغاله عند الهاف لود، لو انا شغاله عند ربع اللود، لو انا شغاله عند 10% من اللود، اجيب الافيشنسي ازاي؟ طيب هو ايه هو اللي بيأثر لي؟ يعني انا اقول لك انا شغاله عند نص اللود، يبقى معنى كده ان انا بسحب من اللود، بيسحب من السبلاي نص التيار. تمام كده. من نص التيار يعني ايه؟ يعني نص الفول لود كارنت. تمام كده. يبقى هجيب حاجه اسمها الاكس اللي هي نسبه التحميل. الاكس دي بسميها نسبه التحميل، اللي هي بتساوي التيار اللي بيسحبه اللود على التيار اللي كان ممكن يسحبه اللود دوت لو هو كان بيسحب الفول لود كرنت. تمام كده. يبقى الاكس دي ممكن تبقى 90% 10% 50% اي حاجه. تمام كده. دي الاكس دي عباره عن ايه؟ عباره عن نسبه التحميل. تمام كده. يعني اقدر اقول نجيب الافشنسي عند اي نسبه تحميل بتساوي الاس ديت هتضربها في الاكس نسبه التحميل. يعني مثلا لو الاس دي 10 كيلو فولت امبير، لو انا مثلا شغال عند نسبه تحميل 90%، يعني 90% من 10، يبقى اقدر ان انا اضرب 9 من 10 في 10 علشان اجيب الاس عند نسبه
التحميل اللي انا شغاله عليه، فالاس دي هضربها في الايه، في الاكس اللي هي نسبه التحميل، برضو تحت هتضرب في الاكس اللي هي نسبه التحميل. التقفيين البي كور ما بتتغيرش مهما غيرنا نسبه التحميل، يعني البي كور دي ثابته ما بتتغيرش. البي كبر بتتغير، واحنا عارفين ان البي كبر اللي هي اي 2 تربيع في ار ايكويفالنت، تمام كده. اي 2 هتتغير، يبقى معنى كده ان انا الاي 2 دي هتبقى مضروبه هي كمان في اكس، ربعها هتبقى اكس تربيع. يعني اقدر اقول الافشنسي عند اي نسبه تحميل هتساوي الاس ات فول لود في الاكس اللي هي نسبه التحميل في الباور فاكتور، على الاس عند الفول لود في الاكس نسبه التحميل في الباور فاكتور، زائد البي كور اللي هي ثابته وما بتتغيرش، زائد اكس تربيع في البي كبر ات فول لود. تمام كده؟ حد عنده مشكلة لغاية هنا؟ انا بتهيألي ان الموضوع تمام يعني لغاية هنا. طيب عايزين نعرف الكونديشن بتاع ماكسيمم افشنسي، لو انا عايزة اخد ماكسيمم افشنسي من الترانسفورمر دوت، ايه هي الحالة بتاعتها وامتى تحصل الماكسيمم افشنسي ديت؟ هنعرف دلوقتي البروف بتاعها هي عبارة عن ايه. بس الماكسيمم افشنسي اللي بتحصل في ترانسفورمر بتحصل عند البي كور اللي هي الكونستانت لوسز، لما تكون الكوبر لوسز بتساوي الكونستانت لوسز. تمام كده؟ ليه بقول لك الكوبر لوسز هي اللي بتساوي الكونستانت لوسز، مش الكونستانت لوسز هي اللي بتساوي الكوبر لوسز؟ لان الكونستانت لوسز اللي هي البي كور دي ثابته، هي ما بتتغيرش، هي قيمه ما بتتغيرش، لكن البي كوبر هي اللي ينفع تتغير وتبقى بتساوي البي كور. تمام كده؟ طب جت منين، جه منين ان يحصل الماكسيمم افشنسي عند البي كور بتساوي البي كبر؟ خلينا نثبتها. احنا هناخد قانون الافشنسي العاديه اللي عندنا، هي اللي بتساوي في 2 الباور اوتبوت على الباور اوتبوت زائد البي كور زائد البي كبر. تمام كده؟ هنعمل ايه؟ هنفاضل الافشنسي ديت بالنسبه لمتغير اللي في المعادله اللي هي اي 2. تمام كده؟ لو اعتبرنا ان في 2 دوت مش متغير والباور فاكتور هو كمان ثابت، هنفاضل الافشنسي ديت بالنسبه للتيار وهنساويها بالزيرو علشان نجيب الكونديشن بتاع الماكسيمم افشنسي. تمام كده؟ فاضل بقى المعادله دي كلها بالنسبه للتيار، يبقى المقام ده كله تربيع، والبسط هيبقى المقام اهو، نزلنا المقام في مشتقة البسط، مشتقة البسط اللي هي فيها ايه، اي 2 هي اللي موجودة فيها ايه، وده الفي 2 وكوزاين او البار في الباور فاكتور هو ثابت، يبقى التفاضل بتاعها هيبقى في 2 كوزاين فاي، كوزاين فاي ناقص المقام ناقص البسط بقى، سوري البسط اللي هو الفي 2 في الاي 2 في الباور فاكتور في مشتقة المقام. اشتق كده المقام دي كده فيها اي 2 بس، يبقى هتبقى في 2 في الباور فاكتور زائد البي كور. البي كور ما بتعتمدش على التيار، فهو بالنسبة لي عبارة عن كونستانت، لو انا فضلتها هتديني بزيرو. تمام كده؟ وبعد كده فاضل اي 2 تربيع في الار ايكويفالنت 2، هيديك 2 في اي 2 في الار ايكويفالنت 2. تمام كده؟ وساوي ده كله بزيرو، لما اساويها بزيرو المقام ده كله هيروح. تمام كده؟ طيب فك بقى المعادله دي كلها، فكها هتلاقي ان هي بتديك ان البي كور هتبقى كملها يعني، فكه سهله ما فيهاش حاجه، فك بس الاقواس وفي حاجات هتروح مع حاجات يعني كده، هتلاقي راحوا مع بعض وفي الاخر ما تبقلكش ان غير ان البي كور هتساوي اي 2 تربيع في الار ايكويفالنت 2. طب ار 2 اي 2 تربيع في الار ايكويفالنت 2 اللي هي عباره عن ايه؟ اللي هي عباره عن الكبر لوسز. تمام كده؟ يبقى الماكسيمم افشنسي هتحصل لما تكون الكبر لوسز، الكبر لوسز بتساوي الكور لوسز. تمام كده؟ يبقى لو عايز اجيب الافشنسي ماكسيمم هتساوي الاس عند افشنسي ماكسيمم، لان الماكسيمم افشنسي مش بتحصل او مش لازم تحصل عند الفول لود، مش لازم تحصل عند الهاف لود. يعني ما ينفعش اقول لك هات لي تقول لي ان الماكسيمم افشنسي بتحصل عند الفول لود، لا، ممكن احتمال كبير وغالبا ماكسيمم افشنسي ابدا ما بتحصلش عند الفل، ده بتحصل عند نسبه تحميل معينه بتعرفها انت من القانون بتاع الماكسيمم افشنسي او بتساوي البي كور بالبي كبر. تمام كده؟ يبقى الاس عند الماكسيمم افشنسي في الباور فاكتور على الاس عند الماكسيمم افشنسي في الباور فاكتور، المفروض بقى زائد البي كور زائد البي كبر. خلاص، ما البي كبر بتساوي البي كور، يبقى اقدر ان هي اقول ان هي يعني بي كبر يعني بي كور زائد بي كور هي 2 بي كور. تمام كده؟ طيب يبقى كده جبت القانون بتاع الماكسيمم افشنسي. تمام؟ عايزين نعرف بقى القانون اللي انا كاتباه دوت، الاس عند افشنسي ماكسيمم هتساوي الاس عند الفول لود في جذر البي كور على البي كبر عند الفول لود، جه منين؟ امسك لي كده المعادله دي اهو، شوف كده، امسك المعادله دي، هات لي التيار، التيار دوت، التيار دوت بيحصل امتى عند الافشنسي ماكسيمم. تمام كده؟ التيار دوت اللي هو اي 2 هيبقى بيساوي ايه؟ جذر، هو ده تيار تربيع،
اقسم كده اقسم طرفين على ار ايكويفالنت 2 وخد الجذر، هيديك ان الاي 2 عند ماكسيمم افيشنسي هتساوي جذر البي كور على الار ايكويفالنت 2. تمام كده، اضرب لي كده فوق وتحت، يعني اضرب لي فوق وتحت، يعني اضرب وبسط مقام اكني ما عملتش حاجه، يعني اضرب فوق في 2 واضرب تحت في 2، 2 على 2 ديك 1 اكنك ما عملتش حاجه. اضرب لي فوق وتحت في اي 2 فول لود واي 2 فول لود تربيع، اي 2 فول لود تربيع. تمام كده، هيديك ان الاي 2 عند افيشنسي ماكسيمم هتساوي جذر اي 2 تربيع عند الفول لود في البي كور على اي 2 تربيع الفول لود في الار ايكويفالنت 2. اضرب برضو هنا كده، طلع كده الاي 2 بره، معلش طلع الاي 2 دي اللي في البسط بس بره، الاي 2 تربيع ات فول لود بره، واضربها في في 2، هيبقى بيديك ان الفي 2، اضرب يعني اضرب الطرف اليمين والطرف الشمال في الفي 2، هيديك ان ده في 2 في اي 2 ات افيشنسي ماكسيمم. ما تنساش كل الكلام دوت عند افيشنسي ماكسيمم، هتبقى بتساوي في 2 اي 2. تمام كده، في جذر البي كور على الاي 2 تربيع في الار ايكويفالنت 2 بس فول لود، هتحصل امتى؟ اللي هي دي بتساوي ايه؟ بتساوي البي كور، البي كبر اصلا، سوري البي كبر ات فول لود، صح كده؟ فالفي 2 في الاي 2 اد افيشنسي ماكسيمم اللي هي الاس عند افيشنسي ماكسيمم هتساوي الفي 2 فول لود في الاي 2 فول لود اللي هي بتساوي الاس فول لود في جذر البي كور على البي كبر عند الفول لود. يبقى القانون دوت جه من ايه؟ من استنتاج، من استنتاجا من القانون ده. تمام كده، لو قسمت هنا كده على اس فول لود وهنا على اس فول لود، الاس عند افيشنسي ماكسيمم على اس فول لود تديك ايه؟ مش دي تديك نسبة تحميل الاكس عند افيشنسي ماكسيمم؟ يبقى ممكن اقول ان القانون ده بيساوي ايه؟ يعني القانون ده بدأ استبدالا من القانون ده، اقول الاكس عند بتحصل عند افيشنسي ماكسيمم، خلينا نكتبها كده، الاكس معلش ما بكتبش، مش مشكلة. PDF sign مش مشكلة بقى، خلاص هو ما بيكتبش ولا مش عارف بيكتب منين، خلاص مش مشكلة. هيديني الاكس عند افيشنسي ماكسيمم هتبقى بتساوي جذر البي كور على البي كبر ات فول لود. تمام كده، القانون دوت انا هستغله كتير جدا في المسائل، فخلي بالك منه علشان هو قانون مهم جدا. تمام كده، احنا اتفقنا ان مش لازم الافيشنسي ماكسيمم تحصل عند الفول لود. تمام كده، وان الماكسيمم في برضو شرط بيقول لك ان ممكن يكون الماكسيمم افيشنسي اللي بتحصل عند باور فاكتور واحد هي اكبر ماكسيمم افيشنسي ممكن تاخدها من الترانسفورمر، يعني باور فاكتور دوت لو اتغير برضو الماكسيمم افيشنسي هتبدا ان هي تقل، فاكبر ماكسيمم افيشنسي ممكن تاخدها لما تكون اللود بتاعك عند يونيتي باور فاكتور. تمام كده، لو انا افترضت ان الفي 2 والاي 2 ايه؟ كونستنت. تمام كده، مساله بقى رقم 2 في شيت 2، خلينا نفتح الشيت اهو، الشيء ده اهو بيقول لك 100 كيلو فولت امبير ترانسفورمر، 100 كيلو فولت امبير ده الاس او الابيرنت باور عند الفول لود. تمام كده، يبقى انت معاك الاس ات فول لود، هل ينفع تستخدمها في المساله عموما؟ اه ينفع تستخدمها في المساله بس بشرط ان هو يكون قايل لك ان انا اللود اللي متوصل مع ترانسفورمر دوت هو سوري هو الريتد او الفول لود. بص هو قايل لك اهو، لما نقرا كمل المساله قايل لك عند الفول لود، يبقى اقدر استخدم الاس عند الفول لود اللي هو مديه لي فوق. تمام كده، 100 كيلو فولت امبير ترانسفورمر هاز 400 ترنز اون ذا برايمري، يعني النمبر اوف ترنز بتاعت البرايمري اللي هو الان 1 ب 400 وال 80 ترنز اون ذا سكندري والان 2 ب 80، ذا برايمري اند سكندري ريزيستنس الار 1 ب 3 من 10 والار 2 ب 1 من 100. وما دام ما قال ان السكندري او برايمري دول ريفيرد الحاجه، دي يبقى دي ار 1 بس ودي ار 2 بس، يعني مكانهم دي في مكانها ودي في مكانها. ممكن ساعات يديني الار ايكويفالنت ويقول لي ريفيرد الحاجه، ريفيرد للبرايمري ريفيرد للسكندري، يبقى هو كده ممكن يكون سهل عليك الدنيا شويه. تمام كده، وبيقول لي اند
and the corresponding leakage reactance 1:1 و35 من 1000 اوم، الاكس 1 ب1:1 من 10 والاكس 2 ب35 من 1000 اوم، وسبلاينج فولت سبلاي فولتج السبلاي اللي هو الفي 1 ب2200 فولت. بيقول لي احسب بقى الايكويفالنت امبيدنس، عايز الامبيدنس اللي هي الار ايكويفالنت والاكس ايكويفالنت تمام كده، ريفيرد للبرايمري وعايز الفولتج ريجوليشن، والسكندري تيرمينال فولتج عايز الفولتج ريجوليشن، والفي 2 فول لود هافينج ا باور فاكتور 8/10 ليد تمام كده. لو انا موصله لود على الترانسفورمر دوت 8 من الباور فاكتور بتاعته 8/10 ليد، والابيرنت باور طبعا هو مديها لي في الاول وهو 100 كيلو فولت امبير، لان هو قايل لي عند الفول لود تمام كده. هنبدا نعمل ايه؟ نبدا اول حاجه نرسم الايكوفالنت سيركت. هو قال لك الايكوفالنت سيركت اللي انا عايزها او الار ايكوفالنت والاكس ايكوفالنت انا عايزهم ريفيرد للبرايمري، يبقى هو حدد لك هو عايزهم ريفيرد لايه تمام كده. يبقى ار ايكوفالنت 1 واكس ايكوفالنت 1 وانا عامله ريفيرد للبرايمري، يبقى ده في 1 وده اللود الزد لود داش، وده الفولت اللي على اللود اللي هو الفي 2 داش تمام كده. وما دام ما جابليش سيره الار سي والاكس ام ولا النو لود كرنت، يبقى اقدر ان انا اهمل الار سي والاكس ام اللي هي الكور لوسز تمام كده. طيب لو عايز اجيب الار ايكوفالنت 1 اللي هي بتساوي ايه؟ ار 1 زائد ار 2 داش. الار 1 معاك هو مديها لك، بس هو مديك ار 2، يبقى لازم تسعى ان انت تجيب ايه؟ الار 2 داش. الار 2 داش ديت اللي هي بتساوي ايه؟ احنا اتفقنا ان هي بتساوي الريزيستنس الحقيقيه اللي هي ار 2 في اللي انا رايح له، انا رايح للسكن اللي رايح للبرايمري اللي هو ان 1 على جاي من السكندري اللي هو ان 2، ودي امبيدنس يبقى لازم اربعها وهتجيب قيمه الار 2 داش تمام كده. بعد كده عايز الاكس ايكوفالنت 1 اللي هي ايه؟ الاكس 1 اللي هو مديها لي، الاكس 2 داش هو مديني اكس 2، يبقى لازم اجيب الاكس 2 داش اللي هي برضو بتساوي القيمه الحقيقيه الاكس 2 في اللي انا رايح له الان 1 على اللي انا جاي منه اللي هو السكندري ان 2، ودي عشان امبيدنس يبقى ابدا ان انا اربعها واجيب قيمه الاكس 2 داش، اجمعها على الاكس 1 بجيب اكس ايكوفالنت وار ايكوفالنت، اقدر ان انا اجيب الزد ايكوفالنت 1 اللي هي عباره عن الار ايكوفالنت 1 زائد جي اكس ايكوفالنت 1. ده اول مطلوب هو طالبه منك الامبيدنس ريفيرد للبرايمري تمام كده. بعد كده طالب مني عايز الفولتج ريجوليشن وعايز الفي 2 لو انا مثلا اللود بتاعي دوت فول لود والباور فاكتور بتاعته 8/10 هو قايل لي ليد، انا هحلها لك وهقول لكم ايه الفرق ما بين الليد واللاك في الاخر تمام كده. طيب بما ان هو مديني الاس او الاس عند الفول لود، يبقى اقدر ان انا استخدمها في المطلوب رقم 2 دوت، اقدر ان انا اقول ان الاس ديت بتساوي ايه؟ مش بتساوي الفولت بتاع البرايمري في التيار بتاع البرايمري تمام كده. اقدر ان انا اجيب التيار الاي 1 اللي ماشي هنا مديك الفولت بتاع السبلاي ب 2200، يبقى تقدر ان انت تقسم الابيرنت باور دي اللي هي 100، ما تنساش تضربها في 10 اس 3 لان هي دي بالكيلو فولت امبير، تحولها لفولت امبير على ال 2200 فولت، يديك التيار بتاع الاي 1 دوت بتساوي ايه؟ 45 و45 من 100 امبير تمام كده. بص كده على الايكويفالنت سيركت، لان الاي 1 بتساوي الاي 2 داش تمام كده، اي 1 هتساوي اي 2 داش هيساوي 45 و45 من 100 امبير تمام كده. طبق هنا كيرشو فولتج لو، يبقى الفي 1 هتبقى بتساوي الفي 2 داش زائد التيار اللي ماشي في الامبيدنس ديت في قيمه الامبيدنس تمام كده. الفي 1 اللي هو 2200 فولت هيساوي الفي 2 داش اللي انا عايزاها، لان هو عايز الفي 2 تمام كده زائد التيار اللي ماشي هنا هو اي 1 او اي 2 داش اللي هو 45 و45 من 100 امبير. بس ما تنساش على زاويه كام؟ على زاويه اللي هي كوزاين انفرس الباور فاكتور، وانا عشان هنا شغاله لاج باور فاكتور يبقى احطها بالنيجاتيف، لو انا كنت شغاله ليد باور فاكتور كنت هحط زاويه التيار بالبوزيتيف. في الار ايكويفالنت زائد جي اكس ايكويفالنت اللي انا لسه حاسباهم من شويه، هتقدر تجيب قيمه الفي 2 داش ب 2126 فولت على زاويه سالب 1.5. هل دي قيمه الفي 2 دي قيمه الفولت اللي هو عاوزها؟ لا، هو مش عاوز لك قيمه الفولت دي، لان هو ما قالكش انا عايز اللود فولتج ريفيرد للبرايمري، لا هو عايز اللود فولتج في مكانه، يبقى لازم تحول الفي 2 داش ديت لفي 2 ترجعها مكانها علشان تقدر تجيب الفولت اللي هو عايزه. اضرب لي بقى في 2 داش ديت في اللي انا رايح له اللي هو ان 2 على اللي انا جاي منه اللي هو ان 1، هيطلع لك قيمه الفي 2 ب 425 فولت
تمام كده قدرت ان انا احسب الفي 2، اقدر احسب الفولتج ريجوليشن. الفولتج ريجوليشن احنا لسه من شويه قلنا ان هو بيساوي الفي 1 ناقص الفي 2 داش على الفي 2 داش. الفي 1 اللي هو 2200 ناقص الفي 2 داش اللي هو لسه حاسبها اهو من هنا، بس ما تنساش الماجنتيود، ما فيش زوايا بتدخل هنا معايا في الفولتج ريجوليشن، هيطلع لك قيمه الفولتج ريجوليشن 3.4%. تمام كده، يعني حصل فولتج دروب على قيمه على الامبيدنس بتاع الترانسفورمر قيمتها 3.4% من الفولت اللي راح لايه، اللي راح للود. تمام كده، لو انا شغاله ليد باور فاكتور هو بيقول لك ان زاويه التيار بدل ما كنت احطها بالنيجاتيف هحطها دلوقتي بالبوزيتيف، كمل نفس المساله ما فيهاش، مش هتلاقي فيها اي اختلاف. تمام كده. طيب مساله رقم 3 بتقول لي ايه، بتقول لي خلينا نبص نقراها الاول من الشيت. مساله رقم 3 بيقول لي 10 كيلو فولت امبير 500، يبقى دي الاس فول لود 500 ل 250 فولت، ده الفي 1 اللي 500 والفي 2 اللي هو 250 فولت سنجل فيس ترانسفورمر. تمام، هاز اتس ماكسيمم افشنسي، الماكسيمم افشنسي بتاع الترانسفورمر دوت 94% وين ديليفرنج 90% من الريتد اوتبوت عند يونيتي باور فاكتور. يعني الماكسيمم افشنسي ديت ال 94% دي حصلت عن لما انا كنت محمله ترانسفورمر 90% من الريتد بتاعته والباور فاكتور كانت يونيتي اللي هي واحد. يعني استيميت اتس افشنسي، عايز الافشنسي بقى بتاعت الترانسفورمر لو الترانسفورمر دوت اتحمل بالفول لود عند باور فاكتور 8/10 ليك. تمام كده، هنعمل ايه في المساله؟ نجيب اللي هو دي كده المعطيات اللي هو مديلك، دي المطالب اللي هو عاوزها، نكتب القانون بتاع الماكسيمم افشنسي ونشوف هنقدر نطلع منه بايه. اهو الماكسيمم افشنسي هتساوي الاكس اللي حصل عندها ماكسيمم افشنسي اللي هي نسبه التحميل في الاس فول لود في الباور فاكتور على الاكس في الاس فول لود في الباور فاكتور زائد البي كور زائد البي كوبر، واحنا اتفقنا ان البي كوبر هتساوي البي كور عشان كده قلنا ان هي تساوي ايه 2 بي كور. طب الماكسيمم افشنسي مديها لك اللي هو 94%. تمام كده، ونسبه التحميل هو قال لك اهو حملت 90% يعني 9/10 في الاس فول لود اللي هو مديها لي 10 كيلو فولت امبير، ما تنساش تحولها بالفولت امبير اضرب في 10 اس 3، وقايل لك ان الماكسيمم افشنسي حصلت عند باور فاكتور 1. تمام كده، المجهود الوحيد اللي في المعادله بقى ايه، بقى البي كور. قدرت ان انت تحسب البي كور او الكونستنت روسس اللي موجوده عندك في ايه، في الترانسفورمر. تمام كده. طيب عايزين نحسب ايه، عايزين نحسب احنا الافشنسي عند الفول لود. طب ما نكتب القانون بتاع الافشنسي عند الفول لود، ما تفضلش تفكر في دماغك كتير هتحل المساله ازاي. يعني هو مديك مطلوب، هو مديك معطى efficiency maximum، اكتب القانون بتاع efficiency maximum وشوف شوف انت هتطلع منه بايه. تمام كده، او هو عايز منك الاس عند الفول لود، طب اكتب القانون بتاعه وشوف ايه اللي ناقصك فيه. تمام كده، الاس عند الافشنسي عند الفول لود هتبقى بتساوي الاس عند الفول لود في الباور فاكتور اللي هو طالبه منك اللي هو 8/10 على الاس عند الفول لود في الباور فاكتور زائد البي كور، واتفقنا ان البي كور ما بتتغيرش مهما حملت غيرت تحميل الترانسفورمر اللي هو القيمه اللي انا لسه جايباها دي، هي كمان معلومه بالنسبه لك، زائد البي كوبر عند الفول لود. يبقى انا عايزه الافشنسي عند الفول لود مش ناقصه عندي في المعادله غير ان انا اجيب قيمه البي كوبر عند الفول لود. فاكرين القانون اللي انا كنت لسه كاتباه من شويه وقلت لكم ان هو مهم، الاكس عند سوري هي دي لا تساوي، معلش دي لا تساوي البي كوبر عند الفول لود لا تساوي البي كور. تمام كده، سوري لا بتساوي البي كور عشان دي عند الماكسيمم افشنسي اللي هي 9/10. تمام كده، الاكس هتبقى بتساوي نسبه التحميل يعني عند افشنسي ماكسيمم هتبقى بتساوي البي كور جذر البي كور على البي كوبر ات فول لود. البي كور معايا انا جبتها، طب البي كوبر عند الفول لود هي دي اللي انا عايزاها. تمام كده، يبقى اساوي القانون دوت ب9/10 هيديك البي كوبر عند الفول لود، وهي دي الحاجه الوحيده اللي ناقصاك في القانون بتاع الافشنسي بتاع الفول لود، تقدر ان انت تعوض بيها وتجيب الافشنسي عند الفول لود طلعت ب92%. واخد بالك اهوت الاس الافشنسي او الكفاءه عند الفول لود 92%، ما حصلش عندها ماكسيمم افشنسي، الماكسيمم افشنسي حصلت عند 90% من الريتد. يبقى معنى كده ان الكلام اللي انا قلته لك فعلا مظبوط، الماكسيمم افشنسي ما بتحصلش عند الفول لود. تمام كده، مساله رقم 4 بيقول لي 25 كيلو فولت امبير 25 كيلو فولت امبير 2200 فولت
يبقى ده كده لسه عند الفول لود، ودي كده 2000 يبقى في 1 و200 تبقى دي في 2 سنجل فيس. لو انا شغال في 2 عند لو انا شغاله ايديال ترانسفورمر، ما تنساش ان انا بديك الترنز ريشيو ديت، الترنز ريشيو دي بتاعت الايديال ترانسفورمر. بس هل الفي 2 دي كلها وصلت لللود؟ لا، هي ممكن ما توصلش لللود نتيجه الفولتج دروب اللي حصل في الامبيدنس بتاعت الترانسفورمر. تمام كده، سنجل فيس ترانسفورمر ذا ايرن اند فول لود كوبر لوسز، مديك الكور لوسز 350 واط والكوبر لوسز عند الفول لود ب 400 واط. بيقول لي كالكيوليت الافشنسي عند يونيتي باور فاكتور عند الفول لود. لو انا حملت ترانسفورمر دوت مره بالفول لود ومره بالهاف لود، تمام كده. طيب خلينا نكتب القانون بتاع الافشنسي، بتساوي الاس عند الفول لود في باور فاكتور على الاس عند الفول لود في الباور فاكتور زائد البي كور زائد البي كبر. الاس معايا 25 كيلو فولت امبير، حولها بس الفولت امبير، والباور فاكتور بواحد اللي هو يونيتي، والبي كور والبي كبر هو مديها لك. تمام كده، تقدر ان انت تحسب الافشنسي عند الفول لود، ما فيهاش مشكله. تمام كده. طب عايز الافشنسي عند الهاف لود، ما تنساش بقى الاكس اللي هي نسبه التحميل، وما تنساش ان انا بضرب فوق في اكس الباور اوتبوت بضربها في اكس، والكبر لوسز بضربها في الاكس تربيع، لان دي بي كبر عند الفول لود. تمام كده، يبقى الاكس في الاس في الباور فاكتور على الاكس في الاس في الباور فاكتور زائد البي كور ما بتتغيرش زائد اكس تربيع في البي كبر عند الفول لود. الحاجات دي كلها معاك، الاكس ديت اللي هي هاف لود اللي هو نص، تمام، نسبه التحميل نص، يبقى الاكس بنص. تمام كده، ما فيهاش اي حاجه. مساله رقم 5، خلينا نقراها الاول. بيقول لي 11000 فولت 230 فولت، يبقى الفي 1 ب 11000 فولت والفي 2 ب 230 فولت، 150 كيلو فولت امبير سنجل فيز 50 هرتز ترانسفورمر هاز الكور لوسز، بيديك الكور لوسز ب 1.4 كيلو وات، والفول لود كبر اللوسز ب 1.6 كيلو وات. وبيقول لك احسب لي الكيلو فولت امبير لود، احسب لي اللود يعني عند الماكسيمم افشنسي، وعايز الفاليو بتاعه الماكسيمم افشنسي لو انا الترانسفورمر دوت متحمل عند باور فاكتور يونيتي. تمام كده، وتاني مطلوب عايز الافشنسي برضو عند الهاف لود، والباور فاكتور تبقى ب 8 ليد. طيب خلينا نشوف كده مسألة، هو مسألة رقم 5. تمام، عايزين نجيب ايه؟ احنا عايزين نجيب اول حاجة الافشنسي، او عايزين نجيب اول حاجة الكيلو فولت امبير بتاع اللود اللي حصل عنده ماكسيمم افشنسي. كنت بجيبه ازاي؟ طب خلينا بقى نستغل كل القوانين اللي معايا. انا معايا عايز اجيب ماكسيمم افشنسي، اكتب القانون بتاع الماكسيمم افشنسي. طب وعايز اجيب الكيلو فولت امبير، طب هو القانون اللي كان بيبقى فيه الاس عند افشنسي ماكسيمم انهي قانون؟ او القانون اليتيم اللي كان عندنا دوت تقريبا ما كتبناش غيره، الاس عند افشنسي ماكسيمم هتساوي الاس عند الفول لود في جذر البي كور على البي كبر عند الفول لود. هو مديك البي كور ومديك البي كبر عند الفول لود، وانت معاك الاس عند الفول لود اللي مديها لك في اول المساله. يبقى تقدر تحسب الاس عند افشنسي ماكسيمم، ده اول مطلوب اللي هو كيلو فولت امبير اللي حمل بيه ترانسفورمر، اهو سهل خالص من تعويض مباشر في القانون. طيب عايز اجيب الافشنسي ماكسيمم، عايز اجيب الافشنسي ماكسيمم هتبقى بتساوي ايه؟ بتساوي الاس عند افشنسي ماكسيمم اللي انا لسه جايباها في الباور فاكتور، قايل لك كان عايزه عند باور فاكتور يونيتي اللي هو بواحد، على الاس عند افشنسي ماكسيمم في الباور فاكتور زائد 2 بي كور، وبي كور عندك انت عارفها، ما تعوضش بقى تقول لي بي كور زائد بي كبر. ليه؟ لان الافشنسي ماكسيمم البي كبر بتساوي البي كور. تمام كده، وما تنساش ان هو مديك البي كبر عند الفول لود. تمام كده، البي كبر دي عند الفول لود، ما تقدرش ان انت تستخدمها في الافشنسي ماكسيمم ديت. تمام، تاني مطلوب بيقول لك انا عايز الافشنسي بقى عند الهاف لود لو انا كنت شغاله باور فاكتور 8 من 10. طيب عند الهاف لود يعني الاكس نسبه التحميل بنص. تمام كده، الاكس نسبه التحميل بنص في الاس عند الفول لود 150 في باور فاكتور اللي هي 8 من 10، ليد او لاج مش هتفرق معايا في قانون الافشنسي، على نص في 150 في 8 من 10 زائد البي كور اللي ما بتتغيرش 1.4، سوري هنا المفروض تضربها في 10 أس 3 علشان دي 1.4 كيلو وات، وهنا برضو المفروض تضربها، او ممكن القانون كله كان بالكيلو وات عشان كده انا ما ضربتهاش. يعني انا عوضت هنا الاس بالكيلو فولت امبير، والاس هنا بالكيلو فولت امبير، والبي كور هنا بالكيلو وات، والبي كبر هنا بالكيلو وات. فما دام كلهم بالكيلو مش هتفرق في قانون الافشنسي، كاني بضرب يعني بضرب واقسم على 10 أس 3 في 10 أس 3 وعلى 10 أس 3، فمش هتفرق حاجه في الافشنسي. تمام كده، طلع الافشنسي بتاعتي ب 97%. تمام،
ده كده المسألة رقم 2 و3 و4 و5. مسألة رقم 6 و7 و8 و9 يعني ممكن و10 كمان ممكن تحلوهم مع بعض، وممكن نحل مع بعض برضو مسألة رقم كام، مسألة رقم 8 ديت عن التابت شينجر، هنحلها في السكشن اللي جاي ان شاء الله. خلينا نحل مسألة على التستات بتاعة الترانسفورمر اللي هي مسألة رقم 11. مسألة رقم 11 بيقول لي ايه؟ 1000 فولت امبير، تمام كده، دي الاس ريتد، 230 ل 115 فولت ترانسفورمر هاز بين تيستد تو ديترماين اتس ايكوفالنت سيركت. عمل تيستات عشان يشوف الايكوفالنت سيركت، عمل اوبن سيركت تيست، ودي القيم بتاعت قرايه الفولتميتر والاميتر والوات ميتر، ودي الشورت سيركت تيست، ودي القرايه بتاعت الفولتميتر والاميتر والوات ميتر. وعايز يحسب اول مطلوب، عايز يحسب فايند الايكوفالنت سيركت بتاعت الترانسفورمر ريفيرد لللو فولت سايد. انهي لو فولت سايد؟ اللو فولت سايد اللي هو السكندري. يبقى عايز الار ايكوفالنت والاكس ايكوفالنت والار سي والاكس ام كلها ريفيرد لايه؟ للسكندري. وبعد كده تاني مطلوب عايز الترانسفورمر فولتج ريجوليشن، عايز الفولتج ريجوليشن عند الريتد كونديشن. لو هو شغال باور فاكتور 8/10 لاج و8/10 ليد ويونيتي باور فاكتور. واخر حاجه عايز الترانسفورمر افيشنسي، عايز الكفاءه بتاعت الترانسفورمر عند الريتد لو انا شغاله باور فاكتور 8/10 لاج. تمام، اول حاجه نستنتجها كده قبل ما ابدا المساله. هو مش قايل لي يعني، هو قايل لي هنا اوبن سيركت تيست اون سكندري سايد، مش قايل لي السكندري سايد دوت هو عامل عليه اوبن سيركت ولا حاطط الاجهزه على السكندري سايد. هو انا اصلا ما بهتمش على طول باللي هو بيكتبه الاوبن سيركت وشورت سيركت هو عامله فين، انا ببص على النتائج. دي الفيصل بالنسبه لي، ببص على ايه؟ النتائج بتاعه الاوبن سيركت والنتائج بتاعه الشورت سيركت. اتفقنا بنعرف منين الاوبن سيركت تيست دوت محطوط الاجهزه فين وعامل اوبن سيركت فين؟ منين؟ من الفولت. تمام، ابص على الفولت ده اشوف الريتد بتاع البرايمري ولا الريتد بتاع السكندري. والله لو الريتد بتاع البرايمري، والله لو هو الريتد بتاع البرايمري يبقى كده هو حاطط الاجهزه على البرايمري، فبالتالي الفولتميتر قاري الفولت بتاع البرايمري. لو الفولت في اوبن سيركت دوت موجود هو الريتد بتاع السكندري، يبقى هو حاطط الاجهزه على السكندري وحاطط الفولتميتر على السكندري وعامل البرايمري هو اللي اوبن سيركت. تمام كده، يبقى ال 115 فولت دايت هو معلش انا اسفه، هو السكندري بتاع، هو الفولت بتاع السكندري. يبقى معنى كده ان انا حاطه الاجهزه على السكندري وعامله البرايمري هو اللي اوبن سيركت. فلما اجيب الار سي والاكس ام من الاوبن سيركت تيست هيبقى ار سي داش ريفيرد للسكندري واكس ام داش ريفيرد للسكندري. طيب في الشورت سيركت تيست، شورت سيركت تيست كنت ببص على التيار اشوف التيار دوت هو الريتد بتاع البرايمري ولا الريتد بتاع السكندري. طب هل هنا عارفه التيار بتاع البرايمري او السكندري؟ يبقى لازم احسب الاول التيار بتاع البرايمري هو بكام والتيار بتاع السكندري بكام، واشوف تيار الشورت سيركت دوت هو اقرب لانهي تيار فيهم. تمام كده، مش لازم يبقى بيساويه بالملي، يعني ممكن يبقى فيه فرق 1/10 2/10 او 1 امبير او 2 امبير، يبقى بس ما ينفعش يبقى التيار مثلا 90 امبير وتقول لي ان 8.7 دي قريبه من 90 امبير. لا، اكيد التيار بتاع السايد التاني هو تيار اقل. تمام، يبقى لازم اسعى ان انا اجيب الريتد كارنت بتاع البرايمري والريتد كارنت بتاع السكندري عشان اشوف الشورت سيركت دوت وحاطط الاجهزه بتاعته فين، فبالتالي اعرف الار ايكوفالنت والاكس ايكوفالنت اللي انا بحسبهم دول هم ريفيرد لانهي سايد. تمام كده، خلينا نبدا في المساله. هنجيب اول حاجه الار ايكوفالنت والاكس ايكوفالنت اللي هو طالبها في المساله. تمام، من ايه؟ من الشورت سيركت تيست، ونجيب الار سي والاكس ام من الاوبن سيركت تيست. تمام كده، احنا اتفقنا ان 115 ديت هي الريتد بتاع السكندري، فمعنى كده ان انا حاطه الاجهزه على السكندري وعامله البرايمري هو اللي اوبن سيركت. فلما اجيب الار سي والاكس ام هجيبهم ار سي داش واكس ام داش. تمام، والشورت سيركت تيست، سوري، الشورت سيركت تيست برضو هشوف الريتد بتاع تيار البرايمري والريتد بتاع تيار السكندري، واشوف دوت بيساوي تيار البرايمري ولا تيار السكندري. طب اجيب تيار البرايمري يعني الريتد ازاي وتيار السكندري ريتد ازاي؟ مش انا معايا الاس فول لود؟ مش الاس دي بتساوي الفي برايمري في الاي برايمري او بتساوي الفي سكندري في الاي سكندري لو انا اهملت اللوسز يعني، فاقدر اجيب الاي برايمري. ما انا معايا الاس فول لود ومعايا الفولت بتاع البرايمري، فاقدر ان انا اجيب التيار بتاع البرايمري طلع ب 4.34 امبير، اجيب التيار بتاع السكندري طلع ب 8.7 امبير. بص كده
على تيار الشورت سيركت، فتيار الشورت سيركت هو 8.7 امبير، بيساوي التيار بتاع السكندري تقريبا. فبالتالي اللي انا كده حاطه الاجهزه على السكندري، فبالتالي الاميتر ارى التيار بتاع السكندري، وعامله البرايمري هو اللي شورت سيركت. فبالتالي لما اجيب الار ايكويفالنت والاكس ايكويفالنت هجيبهم ار ايكويفالنت 2 لفيردر السكندري، واكس ايكويفالنت 2 لفيردر السكندري برضه. طيب فروم الاوبن سيركت تيست هجيب اول حاجه السيتا اوبن سيركت كوزين انفرس الباور على الفولت في التيار، هجيب الزاويه، وبعد كده اجيب الاي سي التيار اللي ماشي في الريزيستنس عباره عن الاي اوبن سيركت في كوزين الزاويه، واجيب الاي ام التيار اللي ماشي في الرياكتنس هو عباره عن التيار في ساين الزاويه، وبعد كده اجيب الار سي داش ما تنساش عند عشان ده ريفيردر السكندري، الفي اوبن سيركت على الاي سي، واجيب الاكس ام داش اللي هي الفي اوبن سيركت على الاي ام. جبت تيار الار سي داش والاكس ام داش تمام كده. وبعد كده اقول فروم شورت سيركت تيست، شورت سيركت تيست اجيب الزد ايكويفالنت الفولت بتاع شورت سيركت على التيار بتاع شورت سيركت، واجيب الار ايكويفالنت الباور بتاع شورت سيركت على التيار تربيع، هجيب الار، اجيب الاكس ايكويفالنت جذر الزد ايكويفالنت تربيع ناقص الار ايكويفالنت تربيع، وجبت قيمه الاكس ايكويفالنت، وارسم بقى الايكويفالنت سيركت بالقيم كلها اللي انا جبتها، وما تنساش ان القيم دي كلها ريفيرد للسكندري تمام كده. فده عندي في برايمري داش، ودي ده في 2 او في اس وتمام كده، وده الار ايكويفالنت والاكس ايكويفالنت والار سي والاكس ام تمام كده. يبقى كده جبت اول مطلوب اللي هو الايكويفالنت سيركت اللي هو عاوزها. تاني حاجه عايز الفولتج ريجوليشن، البرسنتج بتاعه الفولتج ريجوليشن عند الريتد كونديشن والباور فاكتور تبقى ب 8/10 لاج تمام كده. طيب ات ريتد كونديشن، مادام قال لي انا عندي ريتد كونديشن يبقى اقدر ان انا استغل الاست ريتد اللي هو مديالي ال 1000 فولت امبير تمام، علشان اجيب التيار اللي هو اي 2 بتاع اللود. اي 2 هتبقى بتساوي الاست ريتد ال 1000 فولت امبير على الفولت بتاع الفولت الفي 2 اللي هي 115 فولت، اجيب التيار الريتد بتاع اللي ماشي في اللود تمام كده. وبعد كده اكتب المعادله بتاعه كيرش فولتج لو، الفي برايمري داش بتساوي الفولت بتاع السكندري على زاويه 0 طبعا، وممكن اقول على اي زاويه او ممكن اجيب الزاويه بتاعته يعني، ما ان الفولت بتاع السكندري هو اللي انا هبقى عايزاه، في زائد الفولتج دروب اللي حصل على الامبيدنس ديت عباره عن التيار في قيمه الامبيدنس، والتيار قال لك ان هو بار فاكتور 8/10 لاج، عشان كده حطيت سالب في الزاويه بتاعه التيار. اقدر ان انا اجيب الفولت بتاع اللود او الفولت بتاع السكندري اللي عندي، واقول الفولتج ريجوليشن هتبقى بتساوي الفي برايمري ماجنيتيود داش ناقص الفولت بتاع السكندري على الفولت بتاع السكندري، اقدر اجيب البرسنتج بتاع الفولتج ريجوليشن تمام كده. وبعد كده طالب مني عايز يجيب الافشنسي عند الريتد، اكتب القانون بتاع الافشنسي بتساوي الاس ريتد في الباور فاكتور على الاس ريتد في الباور فاكتور زائد البي كور زائد البي كوبر عند الفول لود. الاس ريتد طبعا ومديها لي 1000 فولت امبير، والباور فاكتور بيديه لك ب 8/10. نجيب بقى البي كور ازاي والبي كوبر عند الفول لود ازاي. طبعا احنا عارفين ان البي كور اتفقنا من الاوبن سيركت تيست هي القرايه بتاعت الوات ميتر في الاوبن سيركت تيست اللي هي 3.9 وات. طب البي كوبر عند الفول لود بما ان هو قال لي عند الفول لود، ف عند الشورت سيركت تيست هي اللي هي بتاعت الوات ميتر في التيست بتاع الشورت سيركت اللي هي 38.1 وات. يبقى دي الفي البي كور ودي البي كوبر عند الفول لود، اقدر اعوض بيهم بالافشنسي واجيب الافشنسي وتطلع 95% تمام كده. السؤال الثاني بتاع مساله رقم 12، خلينا نقراه. مسألة رقم 12 بيقول لي 4 كيلو فولت امبير، ده الاستريتد 200 ل 400 فولت سنجل فيز ترانسفورمر سبلاينج فول لود كارنت، قال لك ان الترانسفورمر ده بيسبلاي الفول لود كارنت عند باور فاكتور 8/10 لاج، وعمل اوبن سيركت تيست وشورت سيركت تيست، ودي النتائج بتاع التستات اللي هو عملها. كالكيوليت بقى الافشنسي، عايز يحسب الافشنسي والسكندري فولتج وكارنت بتاع البرايمري عند اللود اللي هو عند الريتد لود، وبعد كده عايز يحسب اللود يعني اللود بقد ايه. لما يقول لك كالكيوليت اللود يعني عايز الكيلو فولت امبير بتاع اللود تمام كده، مش الامبيدنس بتاعت اللود. لما يقول لك كالكيوليت اللود يبقى عايز الكيلو فولت امبير بتاعت اللود هي بكام، عند يونيتي باور فاكتور لو حصل عندها ماكسيمم افشنسي.
طيب خلينا نشوف المسألة دي. أهو 4 كيلو فولت أمبير 200 لـ400 واط، باور فاكتور 8 من 10، وقايل لك إن الترانسفورمر دوت متوصل معاه الفول لود، يعني متوصل معاه اللود، سحب الفول لود كارنت، تمام كده. عايز يحسب الإفشنسي، عايز يحسب الفولت بتاع اللود، وعايز يحسب التيار بتاع البرايمري اللي هو الاي واحد عند الريتد كونديشن. طيب خلينا اول حاجه نكتب القانون بتاع الافشنسي عند الفول لود، هي الاس فول لود في الباور فاكتور على الاس فول لود في الباور فاكتور زائد البي كور زائد البي كوبر، تمام كده. الاس ريتد هو مديه لي في اول المساله 4 كيلو فولت امبير، والباور فاكتور مديه لك ب 8 من 10. اتفقنا ان البي كور هي الباور بتاعت الاوبن سيركت تيست اللي هو 70 واط، والبي كوبر عند الفول لود هو 60 واط، بما ان انا شغاله عند الفول لود، تمام كده. اقدر اجيب الافشنسي عند الفول لود ب 96 من 100، 96%. وبعد كده عايز نجيب بقى البارامترز بتاعت الترانسفورمر. انا ممكن هنا ما اجيبش الار سي والاكس ام لان انا ممكن مش هستخدمهم اصلا، اجيب بس الار ايكويفالنت والزد ايكويفالنت من الشورت سيركت تيست. يبقى لازم اعرف الاول الشورت سيركت تيست دوت معمول في البرايمري، يعني الاجهزه محطوطه على البرايمري ولا محطوطه على السكندري. يبقى احسب التيار بتاع البرايمري ريتد بكام، واحسب التيار بتاع السكندري ريتد بكام، هيطلع لك ان هو بيساوي التيار بتاع البرايمري، تمام كده. يبقى الار التيار بتاع السكندري سوري ليه اهو 4 كيلو فولت امبير اللي هو 4000 يعني على 200 هيديك 20 امبير، ده التيار بتاع البرايمري. التيار بتاع السكندري يديك 10 امبير، وتيار الشورت سيركت 10 امبير. يبقى معنى كده الاجهزه محطوطه على السكندري. يبقى الار ايكويفالنت والاكس ايكويفالنت اللي انا هجيبهم هيبقوا ريفيرد للسكندري، تمام كده. هقدر ان انا اجيبهم. وبعد كده هو قايل لي ممكن احولهم تاني للبرايمري، الار ايكويفالنت واحد والاكس ايكويفالنت واحد. معلش هي دي تربيع، دي محطوط عليها تربيع، المفروض انا مربعه هنا يعني القيمه هي صح، بس هنا بس في القانون احط تربيع على ان واحد على ان اتنين، لان انا بضرب في اللي انا رايح له، انا رايح للبرايمري اللي هو ان واحد على اللي انا جاي منه اللي هو ان اتنين، بس هو المفروض تربيع، تمام كده. هتقدر ان انت تجيب الايكوفالنت سيركت، انا جبت الايكوفالنت سيركت ريفيرد للبرايمري. عايز تحل نفس المساله ريفيرد للسكندري وتبقى اسهل بالنسبه لك براحتك، يعني مش هو محدش هيجبرك على حل معين، شوف الاسهل بالنسبه لك هو ايه وحله، تمام كده. هجيب يبقى كده رسمت السيركت ريفيرد للبرايمري. بعد كده هجيب التيار بتاع البرايمري او التيار بتاع السكندري، يعني الاس ريتد بتساوي الفولت بتاع السكندري في التيار بتاع السكندري اللي هو ال 4000 بتساوي 400 في الاي اس. قدرت ان انت تجيب الاي اس ب 10 امبير، تقدر ان انت تجيب الاي اس داش اللي هي 10 في ان 2 على ان 1، تجيب التيار اللي ميرور هنا، وبعد كده تجيب الفولت بتاع البرايمري، الفولت بتاع البرايمري داش بتساوي الفولت بتاع السكندري زائد التيار في الامبيدنس. هتقدر ان انت تجيب الفي اس داش، وبعد كده تحسب الفولتج ريجوليشن بكل سهوله. ومطلوب التاني اعتقد ان هو سهل، ممكن تجربوا تحلوه شويه بايديكم، ان شاء الله يبقى سهل عليكم. اهم حاجه بس ان انتوا تحلوا بايديكم، لان يعني انت لما تمسك ورقه وقلم وتحل بايدك الموضوع بيختلف، ممكن تواجهك مشكلة، ممكن تواجهك مشكلة في الحسابات، ما تفضلش قاعد بتتفرج على المسألة وهي محلولة وتقول اه انا عرفت الخطوة دي جت منين، اه انا عرفت الخطوة دي جت منين. لا، لازم تمسك ورقة وقلم بايديك وتجرب تحل وانت مخبي الاجابة وانت مش باصص على الاجابة، وشوف نفسك هتقدر ان انت تحل ولا مش هتقدر ان انت تحل، قادر ان انت تطلع ايه هو المطلوب من المسألة وايه هي المعطيات بتاعة المسألة ولا لا، علشان تقدر ان انت تحل المسألة بكل سهولة. ان شاء الله يبقى حاجة سهلة عليكم. المرة الجاية ان شاء الله هنبدأ في حاجة تانية جديدة اسمها البريونت، ان شاء الله ممكن عن قريب ان شاء الله ننزل فيديو ليها. بالتوفيق ان شاء الله. يلا سلام.